الفيرتيكال سيستم. إذا متذكرين المرة الماضية بدينا بالإنجكت برينتر ديزاين، وقلنا في عندي 3 سب سيستمز، في الفيرتيكال موفمنت سيستم، بعدين حكينا في هوريزونتال موفمنت سيستم، وتذكرين هذا كان كلوز لوب وهذا كلوز لوب. الريزولوشن تبعت الطباعة كانت مرتبطة بالتنين، يعني الريزولوشن تبعت هذا والريزولوشن تبعت هذا راح وهذا اكتشويتر وسنسر بنفس الوقت، فالريزولوشن تبعت الاكتشويتر والريزولوشن تبعت السنسر بنفس الوقت لازم تكون مرتبطة بالبرينتينج ريزولوشن. اللي هي مثلا اذا كانت 300 دوتس بير انش او 600 دوتس بير انش. نفس الشيء بالنسبه للتو سيستمز، التو سيستمز كلوز لوب. وكان عندي لينير روتيشنال انكودر، شاف انكودر للفيرتيكال موفمنت سيستم، واذا شفتوها المره الماضيه انا خليت حد من المهندسين يفكها. واذا بتطلعوا هون تذكرين حكينا هي اللي بعطيني الفيدباك، هذا هو الديسك اللي عليه الخطوط، وبقابله اوبتيكال سنسر موجود هون بيقرا الحركه اللي موجوده، وفي عندنا جيرنج. إذا ما تطلعوا هون هاي المحرك، هاي دي سي موتور، بيرمنت ماجنت دي سي موتور، مش طالع منه غير خطين لأنه الإكسايتيشن تبعه بيرمنت ماجنت. بيرمنت ماجنت، أوكي؟ هذا هون في بيرمنت ماجنت، واحتمال إذا حطيت جنبه شيء تحس الماجنتزم اللي موجودة، هاي السلكين هون داخلين على بيرمنت ماجنت دي سي موتور، هاي البيرمنت ماجنت دي سي موتور هاي البينيون تبعه، وهذا مايل المسننات هون مايلة حتى يعطيني وبعطيني سموثر موشن. هاي اول مرحله، هاي اول مرحله جيرنج. ستيب داون ولا ستيب اب؟ ستيب داون بالسبيد وستيب اب بالتورك. هاي المرحله لهاي، لانه هذا بده يلف عدد كبير من المرات لحد ما هذا يلف لفه واحده، مزبوط؟ فهاي ستيب داون جيرنج. هذا الديسك ملزق بهذا الديسك، فبعد المرحله هاي شو بصير عندي؟ بصير مرحله ثانيه، هذا الديسك عم بعمل درايفنج للديسك اللي موجود هون، فصار عندي هاي مرحلة وهي مرحلتين، تو ستيجز جيرنج. المرحلة الثانية الخطوط عادية مش مايلة، المرحلة الأولى الخطوط مايلة من هون، المسننات مايلة، إذا هاي مرحلة، وبعدين هذا مشبوك بهذا، فهذا 1 تو 1 بين هذا الديسك وهذا الديسك 1 تو 1 لأنهم مشبوكين الاثنين مع بعض. بعدين عندي مرحلة ثانية بتصير ما بين الديسك الثاني والديسك اللي مثبت على الشافت انكودر، الشافت انكودر هي الشافت تبعه، وهذا الشافت هو اللي راح يلف ويدخل السيستم. هلا هذا معمول له جيرنج من هون مع هذا هذا هون اللي بسحب الورق، فمعمول بينهم جيرنج. اوكي ماشي واضح؟ هاي الدي سي موتور، بيرمنت ماجنت دي سي موتور، والريزولوشن اللي بحددها الجزئيات. هذا وان سيستم كلوز لوب. السيستم الثاني شفتوه كمان بنفس الطريقه بنطلع عليه، هاي السيستم الثاني نفس كانه حتى نفس المحرك، نفس الدي سي موتور، موتور ماجنت دي سي موتور مشبوك على البولي اللي موجوده هون، والبولي اللي موجوده هون فيها كليتس بنسميهم. هذا مشبوك على الكليت بيلت، هي شفتوه المره الماضيه، اذا بتحسوا من هون بتحس الكليتس اللي موجوده فيه، هذا بيمنع الانزلاق، ما ممكن يصير عندي انزلاق لما يلف هذا لانه هون كله كليتد، هذا الجزء وهذا الجزء كله هذا البلت كليتد. والفيدباك اجى من هاي الشافت انكودر اللي هون، هذا ثابت او اللينير انكودر هذا ثابت، والسنسر هاي السنسر اللي موجود هون اللي بقرا اللي هو زي حرف اليو بقرا اللي هون الحركه، وصار عندي هذا هون فيدباك كلوز لوب سيستم ثاني كمان نفس الشيء في كلوز لوب، وفي عندي هون لينير انكودر هون روتيشنال انكودر. الجزء الثالث اللي هو صار الانكجت ديسبنسر. لاحظوا هذا اوبن لوب،
طبعا عندي اكثر من انبوت راح اتحكم، بتحكم بال عندنا تو كارترجز اللي موجودين هون، وكل واحد من الكارترجز هون راح ينزل الحبر من المنطقه هاي الموجوده هون اللي هي جاي فوق الورق. وطبعا حسب وين بفتحها وهذا هم فيها تفصيلات كثيره، بس هون راح يجيها اون اوف يعني على حسب قديش كميه الحبر اللي بدنا ننزلها على الورقه من هون. وطبعا هذا راح يكون اسود، هذا هون تراي كلر اللي هم الثلاث الوان اللي موجوده، الثلاث ريزرفوارز. بتتذكر حكينا كيف كل لون من الالوان بجمع كل لون بقدر احلله للثلاث الوان المختلفه اللي موجوده هون. اذا هذا عندي هون اوبن لوب. بعدين السيستم بشكل عام راح يكون فيه له اكثر من كنترولر. هلا بتذكر كان في كنترولر موجوده، في كنترولر موجوده هون، هاي كنترولر موجوده هون بتتحكم ب الديسبنسنج تبع الحبر اللي موجود هون، وفي كنترولر ثاني موجوده على بداخل البرنتر بتتحكم بالتو سيستمز، الحركه تبعت التو سيستمز الموجوده هون. وفي عندنا طبعا يو اس بي كونكشن، يو اس بي كونكشن ما بين USB connection to الكنترولرز هون. ما راح استخدم PLC مش هيك؟ مش راح استخدم programmable logic controller. سعر هاي كل اللي برينتر بدنا نبيعه بسعر رخيص جدا، فراح يكون عندي نوع من الاي سيز بتكون شيء زي البيك مايكرو كنترولر. اذا الكنترول سيستم راح يكون شيء زي المايكرو كنترولر، مايكرو بروسيسور يكون متصنع عدد هائل جدا، الاف الالاف منهم بحيث انه عشان السعر ينزل. بعدين عندنا مايكرو سويتشز، في عندنا مايكرو سويتش للورق، ومايكرو سويتش للكفر. وفي عندنا بعدين اون اوف، ما اظنش في يعني كبسات اكثر من هيك، كبسه او كبستين بكونوا عشان تتحكم فيها. معظم التحكم بصير عن طريق السوفت وير. اوكي ماشي، هذا هيك يعني فكره عامه عن السيستم والكومبوننتس المختلفه الموجوده بالسيستم والقرارات اللي اتخذناها هون او اللي اتخذها المصنع، كلوز لوب اوبن لوب، كميه ريزولوشن الفيدباك اللي موجود بالسيستم.